أعتقد يعني إعلان الكتائب حزب الله عن إيقاف استهداف التواجد العسكري الأمريكي لفسح المجال أمام الحكومة، أما قضية ما سبب عدم إعلان باقي الفصائل، أنا أعتقد هذا دليل باستقلالية هذه الفصائل، ولا يوجد إملاء خارج الحدود كما البعض من يدعي، وبالتالي لو كان مثل ما يدعي البعض بأنه قاني جاء ويأمر الفصائل لأعلنوا بشكل صريح وكل الفصائل، هذا يدحض الأكاذيب التي يتم تحليلها خلاف الواقع، وإيران هي أعلنت بشكل واضح وقالت نحن لا نملي على أي فصيل من الفصائل، نحن نعم ندعم هذه الفصائل لكن توجهاتها هي مستقلة، بني فبالتالي الآن الفصائل عندما تقاتل القوات الأمريكية المحتلة لا تحتاج أن يكون هنالك إملاءات خارجية، هي تنظر وتتحرك باتجاه المصلحة الوطنية وكذلك من أجل سيادة الدولة العراقية اللي الآن سيادة مستباحة من قبل الولايات المتحدة، اي تضرب القوات الأمنية، تضرب الحشد، تضرب قادة الحشد، ولا تجد من رادع إلا اي الفصائل بس المقاومة، ذكرني استاذ صباح قبل وبالتالي كم يوم نعم شنو كان ردهم لما اول ما بدا الاعلان عن لجنة حوار بغداد او تشكيل اللجنه بغداد وواشنطن، شنو كان ردهم رد الفصائل؟ يعني لحد الآن الفصائل ضمن تجربة سابقة ولعله حتى يعني كمراقبين سياسيين يعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تستخدم أسلوب التسويف والمماطلة، اي وبدليل بأن هنالك اتفاقية سابقة، أين هي من التزام الولايات المتحدة بهذه الاتفاقية مع حكومة الكاظمي السابقة اللي وقعها فؤاد حسين وطرح بنودها اللي من أبرز بنودها هو الانتشار للقوات المقاتلة الأمريكية خارج الحدود العراقية، هل التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الإطار الاستراتيجي؟ لم